الحزب الوطني بمقره القابع على كورنيش النيل الذي ظل بمكانه هذا رمزا لكل ما حدث. لا تزال أطلاله المحترقة تحكي الكثير، شاهدة على فساد وقصص وحكايات وعلى مصير لهذا النظام. قبل أيام قليلة صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بهدم هذا المبنى وتحويله أو ضمه إلى حديقة المتحف المصري، لكن هذا القرار يواجه معارضة من بعض المثقفين على أساس أن هذا المبنى هو مبنى يعد ضمن التراث الحضاري، وأن تصميمه يعود إلى أحد رواد العمارة المصرية في مطلع القرن العشرين، بالإضافة إلى أسباب أخرى دفعتهم للوقوف أمام هذا القرار وجمع توقيعات عليه. أحد الذين وقعوا على هذا البيان الأستاذ سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضاري السابق. أستاذ سمير معنا على الهاتف، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا مدام منى. أستاذ سمير، لو نعرف الأول، أنتم معترضين على أي أساس؟ إحنا معترضين على أسس منطقية واضحة خالص. هذا المبنى، يعني أولا ننسى موضوع الحزب الوطني والسياسة والقصة دي كلها، لأن هذا مبنى لم يبنى لكي يكون مقرا للحزب الوطني. هذا مبنى بني ليكون مقرا لبلدية القاهرة في بداية الستينيات من القرن الماضي، وشهد أحداث كثيرة جدا وفيها ناس كثير، بس دي مش دي مشكلة دلوقتي. احنا هذا المبنى سجل ضمن قانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، الذي يحافظ على التراث المصري المعماري والمباني متميزة. فهذا المبنى مسجل ضمن القانون، والقانون بيمنع هدمه. طب ازاي صدر القرار ضد هذا القانون المفروض ان هو قانون 144 اللي هو بيحمي هذه الاسعار؟ اهو كده، فده نمرة واحد. وانا يعني الحقيقة بأربق على ان مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ان هو يخالف القانون، لان في اجراءات محددة في القانون بتمنع هدم هذا بتمنع هدم المباني المسجلة طبقا للقانون. دي نمرة واحد. وهذا القرار لو أي حد رفع قضية في مجلس الدولة ضده هيكسبها على طول، لأنه مخالف للقانون. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن هذا المبنى مطل على النيل، وهو يتكون من ثلاث مباني مش مبنى واحد فقط. هذه ثروة عقارية تساوي مليارات الجنيهات الآن تقييمها، وهذا المبنى إنشائيا سليم، لأن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بعت خبراء بعد الحريقة اللي حصلت في أحد المباني الموجودة هناك، بعت خبراء وأساتذة إنشائيين ومع خبراء وأساتذة إنشائيين من محافظة القاهرة، وأثبتوا أن هذا الحريقة اللي تمت فيه لم تؤثر في الكتلة الأساسية للمبنى، يعني بالتالي أساساته سليمة وليس مهدد بالانهيار خالص. وبعدين هو لو قايل للسقوط ما كان وقع من 2011، يعني ايه اللي مقعده من 2011 لدلوقتي وهو قايل للسقوط؟ ده كلام ظاهريا ما يمشيش، وانشائيا تم فحصه. طيب يعني هل حضرتك شايف ان اعتبارات السياسه هي التي تغلبت على هذه الاعتبارات، وان المساله قد يكون المقصود منها ارسال رساله ما سياسيه؟ في مقدرات الامم لابد ان نحسب حساب المصلحه العامه اولا. هذا المبنى لو تم عرضه للبيع او للايجار او للاستثمار كفندق، وهو جنبه فندق كبير هناك جنبه على طول، هيجيب مليارات للبلد. فازاي الواحد يدمر هذه الثروه العقاريه ويهملها واحنا في ظروف اقتصاديه صعبه جدا؟ احنا يعني مش عايز اقول لك كلنا حاسين بظروف البلد الاقتصاديه. وبعدين لو هم يعني الواحد لو ملكيه خاصه كان ممكن يبني مبنى تابع ليه عشان يبني برج، يهد مبنى عشان يبني برج، بس دول هيهدوا المبنى وهيخلوه ارض فضاء. اي منطق يقول كده في 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 ظروف مصر الاقتصاديه دلوقتي؟ طب حضرتك وقعت على بيان، مين وقع مع حضرتك؟ هل في بتجمعوا توقيعات ضده؟ وبعدين دول اهم خبراء اساتذه التخطيط العمراني والعماره والهندسه في مصر، مع كتاب وادباء وصحفيين موقعين هذا. ابرز الموقعين على البيان يا فندم. الدكتور سيد التوني، رئيس لجنه العماره بالمجلس الاعلى للثقافه، وجميع اعضاء اللجنه.
والأستاذ الدكتور محمود يسري مؤسس كلية التخطيط العمراني في جامعة القاهرة، هو اللي دخل علم التخطيط العمراني في مصر، والأستاذة الدكتورة سفير حواس اللي هي رئيسة اللجنة بالمناسبة اللي في المحافظة اللي سجلت هذا العقار ضمن المباني. بعد جمع التوقعات يا فندم، بعد جمع التوقعات وهذا البيان، إيه الخطوة التالية اللي حضراتكم هتعملوها؟ هل هترفعوا قضية مجلس الدولة؟ احنا أولا نناشد رئيس الوزراء الموقر المحترم وهو مهندس، ونناشد مجلس الوزراء وفيه بمناسبة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي وهو صديق عزيز كان معايا في لجنة التظلمات التي كانت تطبق القانون 144، فبالتالي أنا أثق أنه هو حريص على عدم مخالفة القانون الدكتور مصطفى مدبولي. فنتوقع أولا التراجع عن هذا القرار، وإذا لم يتم التراجع الرجوع إلى الحق فضيلة، لأن ده خلاف على مصلحة عامة مش على مصلحة خاصة. إذا لم يتم التراجع هنرفع قضية في مجلس الدولة على طول لمنع تطبيق هذا القرار. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ سمير غريب الذي تحدث عن البيان الذي وقع عليه هو مجموعة من المثقفين وأساتذة التخطيط العمراني، ويطالب فيه الحكومة بوقف قرارها الخاص بهدم مبنى الحزب الوطني السابق باعتباره يخضع للقانون 144 لحماية التراث الحضاري، وقد سرد أسبابه للاعتراض على ذلك.